خرجنا في واحد المشكل وطني. حنا حقنا بغينا انه تفتح تحقيق في هذه القضيه، لان التدخل الحكومي يجب ان يكون في اسرع وقت. هناك خروقات قانونيه، ودستوريه شابت القرار، شابت امتحان الاهليه للحصول الاهليه لمزاوله من المحال. مساء الخير، شكرا لرجال الصحافه، رجال ونساء الصحافه الوطنيه على تلبيه الدعوه في هذه الندوه الصحفيه اللي كنظموها حنا كلجنه وطنيه لضحايا امتحان الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه. اليوم حنا حاضرين باش نعطيو مجموعه من التوضيحات بخصوص الحديث ولا الضجه الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه اللي تارها هذا الموضوع. اولا نبغي ناكد بزاف ونسطر بخط عريض على اننا في اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه مستقلين عن اي هيئه سياسيه او نقابيه، ما كنتساميو حتى شي هيئه وما كنمثلو حتى شي هيئه، كنمثلو فقط انفسنا والناس اللي تاقوا فينا من ضحايا هذا الامتحان. اذا غادي نوضعكم اولا في سياق الحديث حول هذا المشكل، ومراها غادي نعطي الكلمه لبقيه الاخوان باش يعطيو التوضيحات ديالهم. اذا اللجنه تشكلات بناء ولا تبعا للنتائج ديال امتحان المحاماه اللي لاحظنا فيها، وكما لاحظ جميع المتتبعين والمهتمين بالشأن الوطني والعربي ايضا انه فيها مجموعه من الخروقات ابتداء من الاسماء المتضمنه في هذه اللوائح اللي الاغلب جزء كبير منها تنتميو لعائلات من اسرات العدل عموما والقضاء واحزاب سياسيه سواء من المعارضه او الاغلبيه، ناس ايضا كيتواجدوا اليوم في التسيير ديال المجالس جماعيه ومجالس اقليميه وجهويه. هادشي خلانا نطرحوا مجموعه من التساؤلات ونطالبوا بانه يتفتح تحقيق في الموضوع. مراها غادي نكتشفوا انه كاينين ارقام ديال الناس اللي اجتازوا الامتحان ولكن غيلقاو نفس الارقام ديال التسجيل ديالهم في اللوائح النهائيه باسماء اخرى. دونك هنا غادي نستخلصوا كما استخلص الجميع انه كاين تزوير كاين مجموعه من الخروقات. ما نطولش عليكم، نعطي الكلمه للسيد رئيس اللجنه الوطنيه لضحايا امتحان المحاماه سي امين نصر الله. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. فقط صحيح وتصويب المساله اللي جات على لسان الاخت مناضله شيماء عباد، وان اللجنه ليس لها رئيس وليس لها منسق، فقط انا كما اختارني الاخوان منسق جانب اعلامي، جانب اعلامي، بالتالي لا وجود لرئيس ومرؤوس في هذه اللجنه. كما يعلم الجميع ان هذه المعركه نخوضها انطلاقا من توابيت هذا البلد، لكي لا يتزايد علينا البعض ولكي لا يشيطن احد مطالبنا او يلبسها ثوبا غير ثوب الحق. مساله ثانيه، اننا نخوض هذه المعركه انطلاقا من الضمانات القانونيه والدستوريه التي خولنا اياها دستور 2011، لاننا بالفعل الحمد لله نستشعر كمواطنين ان لنا دستور يعني يمنح ضمانات قوية لمواطنين ولسائر يعني المتواجدين سواء مواطنين او غير مواطنين في هذا البلد. لذلك نخوض انطلاقا من هذه الثوابت لكي لا يتزايد علينا البعض. استفدت في هذه النقطة لان هناك محاولات لشيطنة ومحاولات لإلباس ثوب هذا الاحتجاج ثوبا حزبيا او ثوبا سياسيا، في حين ان في حقيقة الامر ان مطالبنا قانونية صرفة لا علاقة لها بأي يعني منطلقات حزبية او ايديولوجية او ما الى غير ذلك كما سيوضح باقي الاخوان. لكي لا اطيل، هناك خروقات قانونية ودستورية شابت القرار، شابت امتحان الاهلية للحصول الاهلية لمزاولة مهنة المحامي، بدءا ب يعني البلاغ المشترك بين وزير العدل وجمعية هيئة المحامين بالمغرب الذين تواطؤوا فيه وأظهروا بالملموس على أن هناك نية مبيتة لوعد
المادة السادسة من القرار المعلن بموجبه على تنظيم الأهلية لمزاولة ميناء محمد، ما يحيلنا على أننا انتقلنا من مغرب يعرف تنظيما تشريعيا إلى مغرب أصبح الكل فيه قادر على أن يشرع بمجرد بلاغات، وهو ما اتضح في البلاغ المشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئة المحامين الذي جاء فيه ما يلي: بتاريخ الخميس فاتح دجنبر 2022 انعقد اجتماع بين السيد وزير العدل ومكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب، مر في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة، ثم سيأتي البلاغ على ذكر ما يلي: استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في الامتحان الأهلي لمزاولة مهنة المحامي. هذه الجملة في هذا القرار هي قرينة قاطعة على أن هناك تواطؤ لمخالفة القانون، وهو الذي كان صادرا بموجب القرار الصادر في 14 سبتمبر 2022. فبالتالي هذه قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس، هذه أولا. ثانيا، أن جمعية هيئة محامي المغرب قالوا في مرة أنهم سيقاطعون مرحلة يعني الكتابية، وذلك ما كان على أرض الواقع، لكن فيما بعد سيصدر بلاغ عن جمعية هيئة المحامي المغرب، وهو بلاغ صادر في 24 دجنبر 2022، ينص على ما يلي: ثانيا، امتحان الآلية، تقرر مشاركة السادة النقباء الممارسين في اجتماع لجنة امتحان بعد تحديد تاريخ انعقادها باتفاق مع الوزارة، كما تم تكوين لجنة مكونة من كل السادة رئيس الجمعية والنقيب للاطلاع على عملية التصحيح الآلي. ثاني قرينة ثانية على أن جمعية هيئة محامي المغرب المرة الأولى كانوا قاطعوا، فيما بعد غيدخلوا على الخط. السؤال المطروح اللي كنبغي نسولو: واش القناعات ديالكم تبدلوا بين ليلة وضحاها؟ الجواب فين غادي نلقاوه؟ غادي نلقاوه في لائحة الناجحين، لائحة العار والذل التي لم تسيء إلى وزارة العدل، بل أساءت إلى الدولة المغربية بعد الإنجاز الكبير الكروي والرياضي والإنساني اللي حققوه في المغرب في مونديال قطر. جاءت اللائحة لتثبت أن الغاية من حضور والإشراف على عملية تصحيح غاية واحدة أساسها أن نخدموا منطق باك صاحبي والزبونية، لذلك الرائحة كانت تفوح منها رائحة الزبونية والمحسوبية، وقد اتضح ذلك بجلاء من خلال ما يلي: أن أبناء لكينين باش ما يحوروش نقاش وأننا كنتهموا غير أبناء المحامين، حنا كاين عارفين مجموعة من أبناء المحامين وما دازوش بالفعل، ولكن خصنا نسولوا نفسنا: أبناء النقباء شكون فيهم اللي ترشح وما دازش؟ غتلقاوهم كاملين 100%، نسبة 100%. المسألة الثانية: أبناء الشخصيات اللي كتنتمي للسلك القضائي شكون فيهم اللي ترشح وما دازش؟ جواب غتلقاوه 100% دازو. يعني الشخصيات اللي عندها في دوائر القرار في الجمعيات المهنية ولا في السلك القضائي، ولا الشخصيات اللي عندها نفوذ سياسي في أحزاب سواء في الأغلبية الحكومية ولا المعارضة دازو، ورا شخصيات معروفة كتعرفوها. وهو ما يبرر سكوت مجموعة من الأحزاب السياسية عن طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية في البرلمان، لأنهم عارفين أنه كاين عملية ديال تغيير حكومي، كل شيء باغي يضرب الطم بالدارجة وبالمهمية. علاش؟ لكي يستفيد من الكعكة مستقبلا. لذلك اختصار الوقت، ونخليكم السادة الصحفيين يعني الإعلام باش تطرحوا بعد المداخلة ديال الإخوان، غنقول ما يلي: المعركة ديالنا لا مساومة فيها ولا رجوع إلى الوراء. علاش؟ لأننا حنا آمنا بشيء أساسي، آمنا بالدستور، بدستور المغرب، آمنا بالدستور المغربي، آمنا بثوابت الأمة، بملكيتها، بوحدتها الترابية، بدينها الإسلامي، بالاختيار الديمقراطي. حينما درسنا في الجامعة القانون الدستوري قرأنا
في الفصل الساء القانون هو أسماء تعبير على إرادة الأمة والجميع أشخاص ذاتيين اعتبارين سواسية من القانون. لذلك المعركة هنا معركة قانونية من خلال ثلاث مطالب أساسية: إعفاء الوزير، محاسبة الوزير، ثم إلغاء الامتحان مع تنظيمها مرات أخرى بصيغة امتحان وتكون مفتوحة لجميع طلبة سلك الإجازة. وشكرا. السلام عليكم، سميتي مريم السايح، طالبة في الحقوق وطالبة في سلك الدكتوراه في قانون الضرائب الجامعة الدولية ديال الرباط. كما تتعرفوا تانا ضحية، اسمحوا لي، تانا ضحية زاد امتحان المحاماة اللي داز في 4 جانبير 2022 واللي تلقى فيه بزاف ديال الخروقات الشكلية والموضوعية وبزاف ديال الشكوك بارابور للشفافية ديالو وبارابور دي شكوك بعض السلوكات الغير شرعية كالفساد كالزبونية كالمحسوبية اللي احنا شفناها عن طريق لائحة النتائج. وهذا الشيء ما تي توصفش. أنا وجميع الزملاء ديالي اللي مشاركين في هذه المعركة هذه ضد الفساد وباش ناخدو حقنا كاملين خدمنا بزاف وكاملين عندنا هاد الحلم باش نوصلوا لهاد المهنه وباش نوليو محامين. وبان لي بان احنا محامين قبل ما ناخذوا الامتحان خدمنا بزاف، ولكن هاد النتائج وهاد اللوائح تبينوا بان احنا في مازال في بلد، مازال في وطن اللي ما تعرفش شنو هي لا ميريتوكراسي، ما تعرفش شنو هو تكافؤ الفرص، ما تعرفش شنو هو قيمه الخدمه وقيمه العمل. منين تنشوفوا هاد النتائج وتنحسوا بواحد الحقره، تنحسوا بواحد بحال شي واحد خدا لك بلاستيك، بحال خدينا لك خدمتك، بحال ما خديناش بعين اعتبار الحلم ديالك كمواطن مغربي، الحلم ديالك باش تولي محامي والحلم ديالك باش تكبر بلادك وباش تطوروا. وهذا الشيء تيدل بان الوزير هان بطريقه، الوزير اضافه الى جميع الناس اللي شاركوا في هاد السلوكات الغير الشرعيه، بان كاينه اهانه كبيره، اسمحوا لي، اهانه كبيره للدستور 2011 وجميع المبادئ اللي عرفوه. راه كما عرفتوا راه المواطن المغربي، المغاربة والمغربيات بأكملهم راه كافحوا باش يعدلوا هاد الدستور، كافحوا باش هاد المبادئ ينص عليهم الدستور اللي هو أقوى قانون في الدولة، في جميع الدول ماشي غير في المغرب. وهاد الشيء إهانة للناس اللي كافحوا الحقوق ديالنا. زعما أي صورة غيعطي للشعب المغربي اللي بغي يوصل لشي حاجة؟ زعما شنو اللي ما زعما شنو اللي ماشي ولد محامي ولا ماشي ولد قاضي ولا ماشي ولد برلماني يخوي البلاد ولا شنو؟ ما فهمناش فين هو حب الوطن. انا تنبغي الوطن ديالي وما بغيتش نخويه، سمحوا لي، انا تنبغي الوطن ديالي وما بغيتش نخويه، انا كنكل ليا نخويه، كنكل ليا نمشي كاع، ولكن ما مشيتش حيت درت الثقه في الوطن ديالي، حيت درت الثقه في الحكومه ديالي، حيت درت الثقه في العدل ديال بلادي. دونك انا ما غنخويش البلاد، داكور، ما غنخويش البلاد وغنطالب بالحقوق ديالي حتى نموت ان شاء الله، حتى الموت. حنا راه المعركه ديالنا ماشي راه شرعيه، ما عندها حتى ما مسيساش، حنا المتطلبات ديالنا شرعيه دستوريه، تنطالبوا باعفاء الوزير وتنطالبوا بالغاء هاد النتائج اللي ما عندهم حتى شرعيه، وتنطالبوا بإلغاء الامتحان، حيت بكل صراحة هاد الامتحان والطريقة اللي داس فيه وهاد النتائج هادو راه إهانة للمهنة، لمهنة شريفة. راه جميع الدول الديمقراطية، جميع دول الحق والقانون تعطيو بلاصة كبيرة لمهنة المحاماة. دونك هادي ماشي زوبعة صغيرة كي قالها وزير العدل، لا، راه حنا تندافعوا على مهنه جد شريفه، تندافعوا على مهنه الدفاع. وكثر ما غيكون المحامين في هذه البلاد وكثر الصوت ديال المواطن غيتسمع،
حنا ماشي حنا ما بغيناش نقللوا من المحامين في هذه البلاد. راه البلاد محتاج المحامين، محتاج الناس اللي عندهم روح الوطنه وعندهم روح الدفاع وعندهم الدم سخون باش يدافعوا على المواطنين المغاربه. راه المواطن المغربي محتاج الناس المحامين غادي يدافعوه بمعنى الكلمه. وبداكشي وهادشي اللي قال الوزير العادل ديال ولدي 4 سنين وهو في مكتب ديالي، راه الشروط باش توصل هاد الامتحان باش تدوزو هو يكون تكون عندك اجازه. فيكو خاص تكون خدام عند محامي ولا ما عرف شنو باش تاخذ الامتحان. بلاش الاجازه، بلاش صافي، بلاش ما نخدموش حنايا كاع. انا تنقول تناخذ بعين الاعتبار ان الشروط باش ناخذ هذا الامتحان باش ندوزوا هذا الامتحان هو الاجازه بوين، ماشي نخدم 4 سنين عند محامي. انا خدمت اكثر من العاده من هذه من النهار اللي حطيت رجلي في الكليه ديال القانون، حيت كنت كليه الحقوق سمحوا لي، حيت كان الحلم ديالي نولي محامي ومازال الحلم ديالي نولي محاميه. داكوغ، دونك انا دوزت الامتحان ديالي مع الدروس ديالي مع القوانين ديالي راجعت القوانين جميع، راجعت الدروس. دونك ما يقوليش بان ولدي 4 سنين وهو خدام عندي وليدات المحامين وليدات القضاة راه موجدين هنا. تكون المحاماه، تكون القضاة، تكون التوثيق، تكون اللي كان، راه مهنه المحاماه ماشي مهنه تنص عليها قانون الاسره، راه مهنه تنص عليها قانون خاص وما عنده ماشي مهنه المحاماه. الحق للولوج ماشي حق وراثي ولا حق اسري، راه حق وطني. كاع الناس اللي تيديروا اللي تيقراو في كليه الحقوق عندهم الحق، ولا اللي كان عندهم الاجازه عندهم الحق باش يدوزوا الامتحان وباش ياخذوه كما خداه ولد محامي ولا ولد قاضي ما سوقيش. ولكن ما يقوليش وهادشي ماشي زوبعه صغيره، راه هادشي خرجنا في واحد المشكل وطني. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.